السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده. انا هاني على قناتكم حدث اليوم مساء الثلاثاء 22 فبراير، حلقه هامه وخبر حصري ومهم جدا، وهيكون معانا فيديو لاول مره نشوفه لاستهدافات من جانب الاباتشي وصقور المملكه العربيه السعوديه المعروفه عند الحوثيين بالجنيه. هذه الاستهدافات هي تصوير مباشر لاهداف، ايضا في خبر حصري اخر وهو استهدافات للانفاق وهلاك للقيادات الايرانيه. نبارك لنفسينا الاستهدافات 48 ساعة من الاستهدافات المباشرة. أخبار كتيرة جدا وحصرية، تابعوني بعد الفاصل، ولكن الفاصل ده هو الفيديو مدته قصيرة 12 ثانية. بنعتذر للصوت، رداءة الصوت، لكنها من المصدر، ورجاء يعني شير وتفعيل الجرس، واللي بيشوفنا أول مرة ياريت إن هو يعمل سبسكرايب. نلتقي بعد الفيديو والفاصل. اهلا بيكم مرة تانية. بعد مشاهدة الفيديو، هو قصير ومعلش ان هو ممكن يكون من المصدر الصوت فيه، ولكن ده كان استهداف من الاباتشي زي ما احنا شفنا، كان باستخدام صواريخ الفاير الامريكية، ولكن هي مخصصة منها للاعماق ومنها للاليات العسكرية. ولكن هنا بنتكلم، لكن مش دي كانت الاستهدافات الخاصة بالانفاق، دي كانت التعامل مع اليات عسكرية. كان في على فكرة يعني إبادة كاملة هو برضو خبر مفرح آخر، وهي إبادة للواء كامل مدرعات تابع للحوثيين تم تدميره فجر اليوم. لواء كامل تم تدميره في المنطقة يعني ما بين عبس وما بين اللي هي بني حسن، تم التدمير كامل. ولكن هنا احنا بنتكلم عن الهدف المباشر وهو الانفاق. 48 ساعة الصقور المملكة العربية السعودية تتناوب على الانفاق لتدمير الأنفاق التي يوجد بها الخبراء أو الخبثاء الإيرانيين. يعني الحمد لله تم أهلكهم الأربعة، وفي منهم قيادات أخرى حوثية كان لها معنا شيء، ولكن هنعرف يعني التفاصيل كلها هتجيل إن شاء الله، ممكن في مساء ممكن أطلع لايف، أو إن شاء الله في حلقة غدا بإذن الله. ولكن في الغالب إن شاء الله هيكون في حلقة ثالثة إن شاء الله النهاردة أو لايف، على حسب يعني الأخبار الواردة. ولكن هو هيكون في امتداد للخبر دوت، وهنعرف بس التفاصيل، لأن التفاصيل كلها إن كان في تجمعات من الحوثيين بأعداد كبيرة جدا، دي بخلاف الاستهدافات للأنفاق. الأنفاق دي تم التعامل معها لمدة 48 ساعة باستخدام صواريخ معينة تتعامل مع الأعماق، ولكن هنا أو الأنفاق يعني. فهنا بنتكلم عن أيضا خبر آخر وهو هجوم قوي جدا كبير للويت اليمن السعيد للجيش الوطني منطقة الخمسة العسكرية بالاشتراك مع الصقور المملكة العربية السعودية. كانت أهداف كبيرة جدا التعامل معها، يعني تم استخدام ايضا يعني صواريخ حراريه ومدفعيه ثقيله جدا بالتعامل مع الحوثيين. كان فيه يعني هجوم كبير جدا المره دي، كان فيه بدل ما يكون فيه دفاع كان فيه هجوم، دي كان تطوير للعمليات، كان فيه هجوم. في تفاصيل هتكلم عنها في حلقه بالليل، ان كان فيه بعض الاخطاء في الـ يعني الاسابيع او الـ يعني العشر ايام اللي فاتوا كان فيه بعض الاخطاء، ولكن هنتكلم عنها بالتفاصيل. لكن احنا بنتكلم دلوقتي على خبر قوي جدا ومفرح جدا، وهو ان هو دلوقتي هجوم مفاجئ لقوات الجيش الوطني وقالت لنا من السعيد في منطقه حرد. منطقه حرد العمليه كانت كبيره جدا ونوعيه بداخل منطقه حرد، فهنا العمليات هنا كانت قويه جدا وكبيره، ومقتل قيادات العليا من الحوثيين مع ايضا الخبراء الايرانيين تحدثنا عنهم، بالاضافه الى تدمير اللواء الكامل المدرع بالياته بافراده، اعداد بالمئات تصل الى تتجاوز الالف بالنسبه للواء. بصراحه الاخبار قويه جدا اللي هي كانت منذ يعني امس حتى اليوم، ولكن يعني تم الانتظار حتى يكون الاخبار تكون كلها مكتمله. من ناحيه اخرى، طب الحوثيين كان رد فعلهم ايه؟ الحوثيين من ناحيه ثانيه كان رد فعلهم ان هم قاموا ب طبعا يعني ده مصيرهم في الاخر، ان هو يعني او اللي هو ما عندهمش رد فعل غير اطلاق اللي هو الصواريخ البالستيه. ولكن انا ما اعتقدش هي صواريخ بالستيه، ولكن هو تم منذ نصف ساعه من الان، يعني كان حوالي الساعه السادسه بتوقيت الرياض، تم اطلاق صاروخ ارض ارض من منطقه عبس او مديريه عبس الى وسط حرد.
على القوات اللي هي الجيش الوطني اللي هي قامت بتدمير وهلاك يعني الجزء الباقي من وسط حرب اللي هو كان فيه اللي هم الحوثيين. لكن احنا هنا بنتكلم عن الحوثيين في الفترة دي منذ صباح اليوم ومنذ امس، انا في تفاصيل هتكلم فيها، ولكن هم دلوقتي بينقلوا صواريخ باليستية، بينقلوا مسيرات بصور متخفية، ولكن التفاصيل كلها هتكلم عنها ان شاء الله بالليل في حلقة بالليل او لايف. ولكن من ناحية تانية بيتم رصد يعني كل العمليات دي كلها بيتم رصدها، تناغم ما بين المتعاونين او العملاء السريين، ايضا بعمليات الرصد والمراقبة الجوية. ومن ناحية تانية انه في ايضا في على الجبهة من ناحية مأرب فيه تطورات كبيرة جدا، تفاصيلها هتكون معنا. هلاك قيادة حوثية كبيرة تم الدفع بها الى مأرب، تم هلاكها. الاخبار يعني مفرحة جدا وسعيدة. في الاخير بامر الله احنا هنكون في الحلقة تالتة ولايف، انتظروني بامر الله في اخبار اخرى مفرحة. انا بعتذر عن ان انا يعني تحدثت في حلقة الصباح انه الاستهداف للمسيرة كانت لمطار جازان، ما كانش لمطار ابها. دمتم في امان الله، ويعني انا سعيد بيوم التأسيس للمملكة العربية السعودية مرة اخرى، وكنت سعيد اكتر بالتعليقات اللي جات لي من الاخوة السعوديين وحتى من اليمن. حفظ الله المملكة العربية السعودية، قيادتها الملك سلمان ولي العهد السعودي. اليمن ان شاء الله يتم تحريره، وانتظروني في اخبار مفرحة اخرى بامتداد لهذه الحلقة. دمتم في امان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.